أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لازلنا نواصل كلامنا في حديث الإمامة، وهو الحديث الذي رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في موضوع الإمامة والإمام. وصلنا إلى مقطع آخر من مقاطع هذا الحديث، ويتضمن هذا المقطع بيان عدم معرفة الناس بحقيقة الإمام، وأن الإمام له من الفضائل والمنزلة الرفيعة بحيث لا يمكن للناس إدراك تلك المنزلة بعقولهم، لا يتمكنون من معرفتها لأنها أرفع من مستوى عقولهم. ومن هذا الكلام ينتقل إلى الموضوع الآخر، وهو أنه إذا الإمام كان بهذه المنزلة أو يجب أن يكون بهذه المنزلة فكيف يختاره الناس؟ الناس لا يتمكنون من معرفة حقيقة الإمام وإدراك كنهه، فكيف يشخصونه حتى يولونه عليهم، حتى يتبعونه في دينهم وفي دنياهم؟ لكن الله سبحانه وتعالى العالم بحقائق جميع الأشياء، لأنه هو الخالق العالم الذي لا حدود لعلمه، هو يعلم حقيقة الأشخاص، فيعلم من هو الذي اصطفاه سبحانه وتعالى، وهو له القابلية لتبوء منصب الإمامة فيعينه. ولا يكون ذلك إلا في آل رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسأت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ في الحلقة الماضية بينا مجموعة من صفات الإمام التي تجعله قابلا لتبوء منصب الإمامة. زين، هذه الصفات منها العصمة، منها العلم بكل شيء. كيف يتمكن من الناس من تمييز المعصوم من غير المعصوم؟ كثير من الأحيان الناس يتصورون شخصا مؤمنا ثم يتبين لهم أنه منافق. لماذا؟ لأنه التظاهر بدون واقع، هذا كثير. والناس حيث لا علم لهم بالواقع ينظرون إلى الظاهر وعن طريق الظاهر يحكمون. نعم، كثير من الأحيان الظاهر متطابق مع الباطن، لكن في بعض الأحيان الظاهر ليس متطابقا مع الباطن، حتى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، نبي الله موسى اختار 70 رجلا من بني إسرائيل، اختارهم موسى لكن تبين أنهم منافقون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، لكن الله سبحانه وتعالى العالم بالسرائر لما تمردوا أنزل صاعقة وأهلكهم، ثم بعد ذلك أحياهم مراعاة لموسى عليه السلام. زين، إذا نبي الله ومن أنبياء العزم إذا الله لم يعطه علم شيء لا علم له، لأن كل إنسان حتى الأنبياء لا علم لهم إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. هسه علم بالمباشرة بالنسبة للأنبياء عبر الوحي مثلا، أو عبر التكليم، أو عبر إرسال الرسول، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. زين، إذا الله لم يعطي علم شيئا لموسى لا بالطريقة الغيبية ولا بالطريقة الطبيعية، وإنما الله سبحانه وتعالى لحكمة قال له تعامل بالظاهر. زين، موسى تعامل بالظاهر، تبين أن هؤلاء منافقون. طبعا موسى عمل حسب وظيفته، لم يخطئ موسى لأن وظيفته كانت ذلك، نبي الله المعصوم لا يخطئ، عمل حسب وظيفته، وظيفته كانت العمل بالظاهر، بس تبين الواقع شيء آخر، مو أنه موسى أخطأ، لا، موسى كان اختياره صحيح لأنه كان مكلفا بالعمل بالظاهر، مثل قضاء الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام. الرسول مكلف بالعمل بالظاهر، طبعا هو يقدر يعمل بعلمه الواقعي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، لكن باعتبار أنه أسوة وقدوة، وباعتبار احتياج المجتمع إلى التعامل بطريقة يستوعبها ذلك المجتمع، فالرسول صلى الله عليه وآله قال إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. زين، واحد كاذب أو مخطئ يتصور أن هذا البيت له وعنده شهود عدول، الشهود أيضا أخطأوا، إذا أجوا عند الرسول صلى الله عليه وآله، زين الرسول يقول له أنت لك شهود، يقول نعم، يجيب شاهدين عادلين. زين، هنا الرسول عادة لا يحكم بعلمه الواقعي، يحكم بالظاهر. هل أخطأ؟ كلا، لأنه ما كانت وظيفته أن يعمل بعلم الواقعي، كانت وظيفته أن يعمل حسب شهادة الشهود. زين، هذا ما عنده شهود، الثاني المنكر يحلف البينة على المدعي واليمين على من أنكر. زين، أتي بالمنكر وهو واقعا كاذب فحلف، يحكم بأن الحق له، هذا حكم ظاهري. هل أخطأ الحاكم؟ لا، مو أخطأ، ليش؟ لأن وظيفته أن يعمل حسب الظاهر. ظاهر الشرع ماذا يقول؟ الحكم الشرعي أنه إذا المدعي ما إلى بينة المنكر يحلف، فإذا حلف المنكر أنت كحاكم شرع حتى لو كنت رسول الله صلى الله عليه وآله تحكم حسب الظاهر ولم تخطئ في ذلك. هسه موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام اختار من قومه 70 شخصا وكانوا ظاهري الصلاح، لذا اختارهم موسى، لكن تبين أنهم منافقون. زين، مرة في مسألة جزئية، في قضاء جزئي، في قضية ترتبط بشخص واحد، الحكمة اقتضت أنه يكون ظاهر الشريعة هي المتبع، لكن في مسألة كالنبوة، في مسألة كالإمامة التي يرتبط بها مصير هداية الناس، نقول للناس أنتوا دوروا بين الناس، شوفوا من هو المعصوم اللي إله قابلية الوحي فاختاروه للنبوة، ما يصير. كيف يشخصون النبي من غير النبي؟ لذا عندما بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله المشركون اعترضوا على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الرزق احنا قسمناه، زين النبوة احنا ما نقسمها؟ هم يعينون النبي، لا يتمكنون من تشخيص النبي من غير النبي. نعم يحكمون بالظاهر، يشوفون واحد ظاهره ظاهر صالح زين، ويمكن في الواقع هو يكون منافق. وهكذا بالنسبة للإمام، الإمام يجب أن يكون معصوما كما ذكرنا في الحلقة الماضية تفصيلا من هذا الحديث الشريف، وأيضا في حلقات سابقة. زين الناس شلون يشخصون معصوم من غير المعصوم؟ يمكن واحد منافق يتظاهر بالعبادة وبالطاعة سنوات طويلة، يمكن ذلك. ألم يحدث بالنسبة إلى رجل هو بلعم ابن باعورة الذي آتاه الله آياته له، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا الرجل صارت له منزلة كبيرة، لكن في موقف انحرف. صحيح هو صارت له منزلة كبيرة، الله آتاه آياته الاسم الأعظم، لكن لم يكن معصوما، لذا في موقف تغير. وكثيرون يتغيرون في مواقف مختلفة، لو هو بالأساس كان منافقا فظهر نفاقه، أو لا كان مؤمنا لكنه تغير من الإيمان إلى الكفر. فإذا كيف يكون الاختيار لهم وهم لا يدركون حقيقة الإمام وكنه أمره؟ لذا الإمام الرضا يقول: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ يقدر يعرفه؟ ما يقدر يعرفه. زين إذا ما يقدر يعرفه شلون يقدر يختاره؟ أمران هنا: معرفته ثم اختياره. أنت لا يمكن أن تعرف، فكيف يمكن أن تختار؟ إذا جابوا واحد ليس خبيرا في الطب ولا يتمكن من تمييز الطبيب من غير الطبيب، ولا يميز الطبيب الأفضل من الطبيب غير الأفضل، زين جابوا له مجموعة من الأطباء، اختار من الأطباء وغير الأطباء، اختار أفضل الأطباء، ما يقدر يختار. لماذا؟ لأنه ليست له أدوات الاختيار، وأهم شيء في أدوات الاختيار المعرفة. لذا الإمام عليه السلام يقول: هيهات هيهات، بعد عن الناس ذلك، هم المعرفة وهم الاختيار. ظلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب. هذا في جانب العقول، يعني أصحاب العقول لا يتمكنون من معرفة حقيقة وكنه الإمام، لا يعرف كيف يشخص الإنسان المعصوم من غير المعصوم. المعصوم لا يذنب قط، لا يخطئ قط، أنت شلون تميزه من غيره؟ تحتاج إلى سنوات طويلة من العشرة والمعاشرة معه. لذا الإمام يقول: ظلت العقول وتاهت الحلوم، الحلوم بمعنى العقول أيضا، وحارت الألباب، الألباب أيضا بمعنى العقول. اللب هو العقل الخالص من الشهوات، هذه لا تتمكن، تظل وتتيه وتحار. هذا بالنسبة إلى العقل. زين بالنسبة إلى الحواس، هل بالعين تتمكن تشخص المعصوم من غير المعصوم؟ بالسمع تتمكن مثلا، بسائر الحواس تتمكن تشخيص بين المعصوم وغير المعصوم، العالم الذي علمه الله سبحانه وتعالى من غير العالم. هذا أمر في غاية الصعوبة، بل غير ممكن. لذا الإمام يقول: وخسأت العيون، هذا العيون مثال للحواس. ثم بعد ذلك نأتي، تقول هناك أهل حل وعقد، نقول ما يخالف، أهل الحل والعقد، لكن هؤلاء لا يتمكنون من معرفة حقيقة الإمام، مهما يكون عظيما فهو يتصاغر أمام عظمة الإمام. لذا الإمام يقول: وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. هذا لازم الحكمة. زين، أنت تجيب حكيم قل له اختار الإمام، يقول لازم أول أعرفه. زين، أعرفه كيف؟ أشخصه إذا الله سبحانه وتعالى لم يعينه. تصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء، والحلماء أصحاب الحلم الذين لهم عقول، أو أصحاب الحلم بمعنى مقابل جاهل الجاهلين. هؤلاء قاصرون عن معرفة الإمام. زين، نقول هسه احنا نجي الى مرحلة اخرى، الناس يجون يبينون فضائل الامام ومكانته الواقعية، لا يتمكن احد حتى لو كان ابلغ البلغاء. لذا الامام يقول وحصرت الخطباء. الحصر هنا بمعنى عدم التكلم، عدم التمكن من التكلم. احيانا الانسان يتلجلج في الكلام. وحصرت الخطباء وجهلت الالباء، يعني أصحاب اللب، وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعيت البلغاء. من العي يعني لا يتمكنون، لا يتمكنون من أي شيء عن وصف شأن من شأنه. يعني حالة من حالات الإمام، حالة الإمام مع ربه، حالة الإمام مع نفسه، حالة الإمام مع سائر الناس. كلما تبين فهو أقل من الواقع. لماذا؟ لأن المنزلة جدا رفيعة. الخطيب مهما يكن بليغا، الشاعر مهما يكن مجيدا، أول لازم يتصور المعنى كما هو، ثم يأتي وهذا التصور يقولبه في قالب الألفاظ. بس إذا هو ما متمكن من أن يتصور ذلك، كيف يأتي ويقولب بقالب الألفاظ؟ يعني أحيانا إحنا نسمع باختراع جديد، زين، أحيانا قبل أن نرى ذلك الاختراع نتصور تصورا عنه، وينقل أن هذا الاختراع به هذه الفائدة، به هذه الفائدة، به هذه الفائدة، حتى نرى ذلك الاختراع ونزاوله إذا جهاز أو كذا، شوية شوية ندرك كن حقيقته. إذا قبل ما نزاوله هذا الشيء، إذا نريد نصفه لا نتمكن، لأن الأشياء تدرك ولا توصف. فإذا أدركته تتمكن من أن تنقل إدراكك في ألفاظ. إذا واحد متمكن وقدير كأن يكون خطيبا بليغا أو شاعرا مجيدا. زين، بالنسبة إلى منزلة الإمام والشأن مع ربه، مع نفسه، مع سائر الناس، هذه منزلة جدا رفيعة، ما يتمكن أحد يتصورها بحقيقتها حتى هذا التصور يجيب في ألفاظ. فكل ما يقال من شعر أو من أدب فهو دون منزلة الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. نحن كثيرا نذكر فضائل الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، نذكر فضائل الرسول، نذكر فضائل آل الرسول، لكن هذا بمقدار فهمنا، وإلا الحقيقة هي أعمق من فهمنا. مثلما نحن إذا أردنا أن نثني عن الله سبحانه وتعالى ونمجد الرب سبحانه وتعالى، نذكر ألفاظ في الثناء وفي المجد، لكن حقيقة الله سبحانه وتعالى أرفع. لا يمكن لنا أن ندرك تلك الحقيقة حتى نأتي بها في ضمن الألفاظ. ونحن خوطبنا بمقدار عقولنا. الله سبحانه وتعالى ضمن القرآن معاني سامية، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إذا فسرنا الكتاب المبين بالقرآن. في الوقت نفسه يسر ألفاظ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن القرآن عميق جدا، صحيح، لأن الله يسره بالطريقة الإعجازية الذي يفهم اللغة الفصحى العربية يفهم ظاهر القرآن عادة، لكن هذا في عمق في كل شيء. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فيه عمق. هذا العمق بمقدار فهمنا بينوه لنا، لكن كثير من العمق لا نتمكن من فهمه، لذا هو خاص بالرسول وبالأئمة عليهم الصلاة والسلام. وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله، وهكذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام. نحن بمقدار عقولنا نفهم جانبا من الجوانب، ظاهرا من الظواهر، لكن الحقيقة والكنه لا نتمكن من الوصول إليها. زين، فإذا لا نتمكن من المعرفة، مو إحنا فقط، العظماء والحلماء والعلماء كيف يمكن أن يختاروا؟ فلا بد أن يكون الذي يختار هو الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير. إذا منصف الإنسان بلسانه يقر بأنه عاجز، إذا مو منصف أو إذا هو جاهل بعمله يقر. يعني عملان حينما يأتي يريد يكتب عن الإمام أو يكتب عن الرسول، عمل يكشف على أنه لم يصل إلى حقيقة الرسول، لم يصل إلى حقيقة الإمام، حتى إذا كان عملا رائعا. عندنا الآن أشعار جدا جيدة ولطيفة وعميقة من حيث المعنى، من حيث اللافظ، من حيث البلاغة والفصاحة في مدح الرسول وآل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام، لكنها هل تكشف حقيقتهم كما هي؟ كلا. نعم، تكشف جانبا من الجوانب، ظاهرا من الظواهر، مثل ما أنت تشوف إنسان جميل، هذا الإنسان إذا هو أعلم العلماء، أنت تجي تصف أنه هذا إنسان عالم، هذا إنسان جميل، تصف محاسنه الظاهرية كذا، جيد، وقد يكون كلاما بليغا، لكن يكشف عن عمق علمه، عن صفاته الواقعية وحقيقة تلك الصفات، كلا. وأقرت بالعجز والتقصير، إما باللسان للمنصف، وإما بالأفعال في غير المنصف أو الجاهل. زين، لماذا لا يتمكنون هؤلاء العظماء والحلماء والحكماء والخطباء والألباء والشعراء والأدباء والبلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله؟ لماذا؟ لأنهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام في منزلة رفيعة جدا لا تنالها عقولنا ولا تنالها أفهامنا، إنما نحن نفهم شيئا قليلا بمقدار عقولنا. زين، هم لماذا لم يبينوا لنا؟ لأن ما لنا قابلية في فهم كل شيء، لذلك بينوا لنا بمقدار ما نتمكن من استيعابه أو يتمكن بعضنا من استيعابه. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وكيف يوصف بكله؟ يعني بأوصافه، أو ينعت بكنهه، يعني بحقيقة ذاته، أو يفهم شيء من أمره، يعني أي شيء يرتبط بالإمام، كل ما يرتبط بالإمام، ذات الإمام، صفات الإمام في القمة، ونحن في الحضيض بمقدار عقولنا نفهم، وقد لا نفهم، لكن المستوى أرفع من فهمنا فنفهم القليل. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الآخرة يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا، حتى مو واقع الحياة الدنيا، فشي يظهر لهم، وإلا هذه الدنيا فيها من الحقائق العلمية والمادية، بحيث أن علمنا يكون أقل من جهلنا بكثير، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إحنا هذه الدنيا الذي نعيشها ونحس بها لا نعرف منها، مو إحنا فقط، حتى العلماء، حتى المخترعين، حتى المكتشفين، حتى علماء الأحياء، حتى علماء الفيزياء لا يعلمون، ولا نعلم إلا القليل جدا من هذه الحياة المحسوسة، فما بالك بالحياة الآخرة وهي فوق هذه الحياة بدرجات. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه؟ إحنا ما نقدر نفهم كن حقيقة الإمام زين، فبطريق أولى لا يمكننا أن نقوم مقامه، إحنا ما نقدر نفهمه، هسه نكون بداله. أو يوجد من يقوم بمقامه ويغني غناه، يعني يكفي، يكون كافيا عنه. والإمام يقول لا، وكيف وأن، هذا تكرار للتأكيد، وهو بحيث النجم من يد المتناولين. أنت تشوف النجم، تشوفه، مو أنهم تشوفه، ترى نجما وتشهد بوجود النجم وتهتدي بهذا النجم في ظلمات البر والبحر، ليس شيئا غيبيا، لا تشوفه. الإمام أيضا تراه، هسه إذا توفاه الله سبحانه وتعالى تسمع عنه في التاريخ، موجود سيرته، أفعاله، أقواله. النجم تراه وتهتدي به، ولكن هل تتمكن من تناول النجم؟ هل تتمكن من الوصول إليه؟ هل تتمكن من معرفة حقيقته؟ الآن علم الفلك تطور تطورا كبيرا جدا، لكن مع ذلك ما نجهله عن النجوم أضعاف مضاعفة مما نعلمه، وكل يوم وكل سنة يجي علماء الفلك يكتشفون لنا جانبا من عظمة الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي النجوم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الإمام كالنجم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، تراه وتدرك عظمته وتهتدي به، لكن هل تدرك كنه ذاته؟ كلا، كما أنك المادي لا تدرك كنه ذاته، الشيء المادي مجهولاتك أكثر من معلوماتك، فكيف بالإمام الذي اصطفاه الله؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هل يمكن أن تدركه؟ كلا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. يعني الآن نجيب الأشعار التي قيلت في طول التاريخ حول النجوم، هذا الجسم المادي، أشعار بليغة ولطيفة وتكشف جانب عن الحقيقة، لكن تكشف كل الحقيقة؟ كلا. زين، إذا الإمام بهذه المنزلة الرفيعة التي لا يمكن أن يدرك حقيقته الناس، هل يتمكنون أن يختارون الإمام؟ لا يخطئون. فلذلك لازم الذي يختار هو الله العالم بحقائق الأشياء، كما أن الله يختار الأنبياء ولم يكل اختيار الأنبياء إلى الناس، كذلك اختار الأئمة ولم يكلها إلى الناس، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله هو لم يختر الإمام عليا، وإنما الرسول بلغ أمر الله، يعني الله اختار عليا عليه الصلاة والسلام للإمامة، واختار الأئمة الآخرين، الإمام الحسن، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعليهم جميعا الصلاة والسلام، اختارهم للإمامة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ فلذا اختيار الإمام بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد الناس، وإذا الناس اختاروا يخطئون ولا يصيبون الواقع ويتضررون ويشقون، والله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. الخلق من الله، عد الاختيار يكون من الناس؟ لا، كما أن الله خلق ولم يكن باختيار الناس، كذلك الله يختار ولم يكن الاختيار بيد الناس أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.